قالوا وياي؟ لا لا في دولة الرئيس اسمعوا كلام. عليكم السلام ورحمة الله. حبيبي شلونك عين استاذ؟ والله اجوبكم البقاء في حياتكم. بقاء في حياتكم اغاثي. الله يرحمه ويرحم واسعه. يرحم موتاك الله يحفظك عيني. احنا ماكو شك انه هذه الجريمه ان شاء الله يوضع لها حد ويتم القاء القبض على القاتل وان شاء الله قريبا. ان شاء الله بجهودكم ان شاء الله. انا قاعد اتابع شخصيا التحقيق وكنت مطمئن من هذا الموضوع. الله يبارك فيك. ما اعترف بس انه رحمه الله واسعه وخدمتكم وخدمه عائله الشهيد. ادري المصاب كبير الاعتداء مرفوض جمله وتفصيل، لكن هذا بعد هذه الجريمه وهذا مستوى الاجرام اللي صار عند البعض. ان شاء الله نوضع له حد ويتحاسب القاتل. ان شاء الله احنا نريد دمه يطلع على ايدك. يعني احنا هسه انت بمكاننا ونريدك يا سياده رئيس الوزراء، قلوبنا معك، دعائنا لك انه الاجهزه الامنيه يشدون حيلهم في سبيل انه نلقي القبض على يكون القبض على هؤلاء السفله حشاكم. ثق بالله قاعد اتابع يوميا التحقيق وان شاء الله قريبا اخابرك اقول لك المجرم عندنا بالتوقيف. ان شاء الله ان شاء الله. تعزين العائله الكريمه واي شيء انا بالخدمه. الله يحفظكم. الله يحفظكم. شكرا جزيلا. رحم الله والديك.